عبد الحميد، إحدى أهم فنانات جيلها وصاحبة رصيد فني مثري في السينما والمسرح والدراما. أثرت في قطاعات واسعة داخل مصر والوطن العربي، وحظت على احترام وتكريم من كافة البلدان العربية. الحقيقة التكريم من السيدة انتصار السيسي للرموز المرأة المصرية كان تكريم احنا حسينا كده انه لمسهم، وكل رمز كانت بتطلع على المسرح كان فيه كده لغة لطيفة جدا ما بين المرأة المكرمة او السيدة المكرمة كرمز في مهنتها او في عطائها، وما بين السيدة انتصار السيسي بابتسامتها بودها، كان فيه كده تقدير حتى ما بين العيون. ضفتي واحدة من المكرمات، وهي الحقيقة تستحق هذا التكريم. اتكرمت عن مشوار عطاء، مشوار أعتقد هي غاصت في الشخصية المصرية. يعني لما تشوف الشخصية المصرية، الشخصيات المصرية اللي قدمتها، هتلاقي إنك شفت المرأة المصرية بكل أنماطها، بالتعداد بتاعها، باختلافها، بتنوعها، بشقوتها، بلذاذتها، بجديتها، بمسؤولية، بمشاكل، بفرحة، بكل الأدوار اللي ممكن تقدم على الشاشة المصرية سواء سينما أو حتى على شاشة التلفزيون. شخصية الحقيقة بدأت العطاء والدراسة، تخرجت من الفنون المعهد الفنون المسرحية سنة 69، وكان يقال عنها صاحبة البشرة القمحية، أم عيون حلوة مصرية، هي الفنانة الجميلة فردوس عبد الحميد. مساء الخير. مساء الخير. يعني أولا أنا سعيدة جدا لحظة التكريم ما بينك وما بين السيدة انتصار السيسي. أنا كنت شايفة في لغة العيون تكريم تاني.